مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء، تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة هذا الصيف. هذا كيف ما كتشوفوا الشاطئ ديال واد المرزق، يعني قرب دار بوعزة، يعني كيف ما كتشوفوا عامر، يعني توافد المواطنين على البحر للاستمتاع بالعطلة الصيفية. يعني كيف ما كتشوفوا يعني مجموعة من العائلات هابطين للبحر يتبحروا. كيف ما كتعرفوا هاد يعني هاد الأسابيع هادي ولينا كنعرف واحد ارتفاع في درجة الحرارة، يعني الارتفاع اللي هو كبير، يعني المواطنين عندهم يعني عندهم غير متنفس الوحيد اللي كيرتاحوا فيه وكيستمتعوا فيه بالأوقات ديالهم اللي هو البحر. انتم مشاهدي قناة شوف تي في، يعني الأسر كيستمتعوا بالمياه ديال البحر، يعني كلشي كتشوف كيعوم، يعني الدراري الصغار، الآباء، الأمهات. كنتمناو ليهم يدوزوا عطلة صيفية بخير وعلى خير، يعني يرجعوا لديورهم بخير وعلى خير. كما كتشوفوا البحر عنده سلبيات اكثر من ايجابيات، يعني الا قلتي على الابناء ديالك يعني خاصك تولي حاضيهم، حيت البحر ما خطير شويه، يعني ماشي هذا، يعني جميع البحور خاصك تكون رد البال مع الوليدات ديالك، ما يدخلوش بزاف البحر، تكون معاهم في اي بلاصه. كما كما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في، يعني كتشوفوا الاسر يلاه كيجيو للشاطئ ديال واد المرزق، يعني دابا يلاه 12 ديال النهار، يعني الاسر باقي يلاه كيجيو يتبحروا. كما كنعرفوا دابا يعني جميع يعني النسبه ديال الموظفين راه في عطله صيفيه، وحتى الدراري ديال الدراسة راه عندهم عطلة ديال نهاية السنة، يعني واخا ما بقى والو للدخول المدرسي. هانتوما مشاهدي قناة شوف تي في، هادو هما الأجواء من شاطئ واد مرزق. حاولوا مشاهدي قناة شوف تي في، حاولوا تعرفون على المدن اللي نتوما فيها كي دايره فيها درجة الحرارة، واش مرتفعة معتدلة، واش البحر عندكم عامر ولا خاوي. يعني كنعرفوا راه في جل المملكة المغربية راه كاع البحور ديالها عامرين، يعني كاين اللي كيسافر من مدينة لمدينة على ود البحر. مثلا كنشوفوا ان سيدي رحال كيجيو ليها الناس من مناطق يعني بعيدة، كيجيو لسيدي رحال حيت فيه سميتو كيرتاحو فيه. كيما هذا تا هو يعني كتشوفو كيجيو الناس من دار بوعزة، من كازا، يعني يقدركم من المحمدية، يعني جايين هاد الشاطئ هذا. يعني الشاطئ تبارك الله نقي وزوين، يعني كترتاح فيه. يعني كتشوفوه البحر يعني محروس. اذا مشاهدي قناة شوف تي في، كنكون وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، نتلاقاو في مباشر اخر، الى اللقاء.